بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شروحات مدونة ثورة اللينكس وموقع مجتمع أسس. في الجزء الأول تعرفنا على طريقة تنصيب توزيع أتكالي عن طريق ملف الأيزو. في هذا الجزء إن شاء الله الثاني هنتعرف على طريقة تنصيب توزيع أتكالي عن طريق ملف صورة اللي هو بيجي بصيغة OVA، وهذه الصيغة هي خاصة التي تشتغل على الفورشل بوكس. هذه هي فورشل ايميج. طبعا نجي الموقع الرسمي، هذا الموقع الرسمي عشان ننزل الصورة. هذه عندنا الصورة تجي على 32 بت او 64 بت، حجم الصورة 2.5 جيجا. تختار انت الصورة اللي هتشتغل عليها على نظامك 64 او 32 بت. طبعا انا نزلت الصورة، الصورة هذه هي موجودة عندي، هذه هي الصورة، هذا هو شكلها. هذه هي الان كيف نشغل هذه الصورة على ملف الفورتشال بوكس، على برنامج الفورتشال بوكس. نجي نشغل الفورتشال بوكس. طبعا هذه النسخة اللي عملنا لها تنصيب في الجزء الاول عن طريق ملف الايزو. الجزء الثاني هنعمل استيراد للصورة. نجي لفايل، لاحظ عندنا import application، ثم نضغط عليه. الآن نختار موقع الصورة فين، download. هذه ايزو طبعا ما نحتاجها، نحتاج هذه الصورة. نضغط على نختار هذا الاختيار، نعمل open. الآن نعمل next. اوكي، الآن ممكن ان هنا تضبط بعض الاعدادات. نشوف CPU 2، اوكي الرام هزيده مثلا، هخلي الاثنين 4. اوكي، من هنا تقدر تعدل على الاعدادات لأنه هذه تجي افتراضية. اوكي، الآن نعمل import استيراد. ننتظر لحظات فقط. عملية سهلة جدا وسريعة. طبعا اللي ما هو حاب انه ينصب عن طريق ملف الايزو، في كثير من الاخوان بيواجهوا مشاكل في تنصيب توزيع اتكالي عن طريق الايزو، فاقول لهم هذه توزيع اتكالي جاهزة، فقط تعمل لها استيراد وتشغلها على الفورتشال بوكس وتشتغل. الآن هذه هي التوزيع، هذه إلا الآن عملنا استيراد للملف الخاص بها. الآن نعمل لها تشغيل. نضغط على Start. نضغط على Enter. الآن نكتب root ثم نضغط على enter. طبعا الباسورد
نيجي للموقع الرسمي. لاحظ في الموقع الرسمي بحيث ما نزلنا الصورة موجود الباسورد، هذا هو الباسورد تور. نضغط انتر، هذا هي توزيعة كالي. عملنا استيراد للملف جاهز وما يحتاج اننا نعمل تنصيب ونتعب نفسنا. هذه هي توزيعة كالي، وتستطيع انك تعمل عليها وتضيف واي شيء، يعني حتى مثلا ضفت عليها برامج هتشوف الان. اوكي مثلا انتهينا، نشوف باور اوف. طبعا هذه هي كالي لينكس، فاضغط اضفت مثلا برامج وتعبت في التوزيع مثلا، فاعمل اكسبورت تصدير طبعا، واعطيها اي اسم ونيكس. فين تبي تحفظها؟ مثلا نقول ديسكتوب، خلينا نشوف، اعطيها اي اسم. هذه الخيارات طبعا اذا حاب تعدل برضو فيها اكسبورت. لاحظ هذا هو المجلد الان، فيعمل لنا له تصدير. هذا اذا كنت مثلا عندك عملت التوزيع انت واضفت عليها بعض الاشياء وعدلت بعض الاشياء وما عندك استعداد مثلا تروح تسوي نفس الاعدادات هذه اللي عملتها والتعب اللي تعبته في جهاز ثاني اخر، فعليك كله تعمل تصدير للجهاز الوهمي بهذه الطريقة. هذا هو، وتروح لأي جهاز كمبيوتر وفي له فورتشل بوكس وتعمل استيراد ويبقى شغلك كله تمام، ما عندك أي مشاكل كده. الآن نقول لكم مع السلامة وفي أمان الله.